شوبينج في البيت على شكل مكتبة. كانت بدايتي عندما شاركت في تحدي القراءة العربي، وفي ذلك الحين على الرغم من أنني كنت صغيرة السن قرأت أكثر من 50 كتابا، وهذا ما جعلني أذوق لذة القراءة، وبدأت أحبها وأطور هذه الهواية وصرت قارئة متميزة. القراءة بالنسبة إلي وكأنها ماء، فبلا ماء لا حياة، ولا قراءة بالنسبة لي لا حياة. من يقرأ؟ فستفتح له القراءة بابا واسعا من النور، وسوف يستوعب كل ما يقرأه، وأيضا ستفتح خلايا دماغه. أما الذي لا يقرأ فهو كجسد بلا روح، ولن يستطيع العيش من دون القراءة، فهي أساس الحياة. أول كتاب قرأته كان كتاب البؤساء، وهو كتاب المفضل أيضا لفيكتور هوغو. كتاب فيكتور هوغو البؤساء يتحدث عن الطفلة كوزيت التي حرمت في صغرها، وبعد أن بلغت 7 من عمرها جاء جان فالجان الذي غير اسمه وجعله مادلين، وأخذها بإذن من أمها، وبعد وفاة أمها صار كأب لها وتربت وترعرعت معه. الاثنان، عندما أقرأ الكتب هناك كتب ألخصها وهناك كتب أحب أن أقرأها للمتعة فقط، فمعظم كتبي مشوقة وأحب أن أكملها من دون أن ألخصها. كانت أمي تقرأ لي القصص عندما كنت صغيرة، 4 سنوات أو 5 سنوات، لم أكن أقرأ ولا أدرس، وأنا كنت أعيدها وكأنني حفظتها. إذا طلبت مني أن أعيد القصة مرة أخرى سوف أعيدها بشكل مختلف. قرأت في حياتي كلها حوالي 80 كتابا. لا، صديقاتي لا يقرأ، لا أعرف هذا شعورهن هنا. أجل، يفترض أن يشعر بخجل كبير جدا لأنه لا يقرأ، فالقراءة هي الحياة. أجل، بالطبع ألفت قصة، وهذه القصة هي بعنوان صراع الممالك على الجنرال، وتتمحور هذه القصة على أن ممالكا عدة كانت تتصارع على جنرال واحد، يهرب من مملكة يقع في يد أخرى وأخرى وأخرى، وهكذا لا تنتهي القصة أبدا مع هذا الجنرال المسكين.